ما بعرف إذا أول خطوة مشيتها كانت على الأرض أو بالمي، هالقد كنت صغير لما بلشت علاقتي بالبحر، وما في سعادة بالكون بتشبه سعادتي بس كون على المي. الألقاب اللي حققتهم بفتخر فيهم، بس ولا مرة كانوا الغاية. الغاية هي أعطي كل طاقتي للرياضة اللي بحبها، هي اللحظة اللي بيعلى فيها عالم بلدي وبسمع نشيده عم يتكرم برا. أنا تحديت حالي لو وصلت لهون، وأنت أكيد قدها. لاقونا بسباق بونك ميد للشباب 10 نيسان بدبي.